السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معكم عمر راغب من دبي اولى مدني. في البرزنتيشن دي ان شاء الله نقدر نوصل لكم الكونتنت بتاع الدراسه في اولى مدني والديتيلز بتاعت كل ماده، ولو حد انترست بمدني يعرف هو داخل على ايه ويعرف المواد بتتكلم عن ايه، وهل في ريليتد بين المواد في اولى مدني واعدادي، ويعرف لو هو في حاجه دروب يعرف هيأثر عليه ولا مش هيأثر عليه، ويعرف يظبطه قبل ما يخش ولا لا. اول حاجه لو جينا وصفنا اولى مدني ان جنرال كده، فنقدر نقول انها سنه السهل الممتنع، هي السنه تقدر تجيب فيها تقدير امتياز جاي جدا بكل سهوله، وده مش راي شخصي او اللي انت هتسمعه عامه في كل اللي جاي، ده مش راي حد في الدفعه، ده راي معظم الدفعه. يعني اللي احنا جمعناه او المعلومات اللي احنا هنقولها ده بعد اراء ناس كتير فاهمه في الدفعه. الدراسه في مدني يعني بنص مجهود اعدادي تقدر تجيب تقدير، زي ما قلنا محتاجة اللي يتعامل معاها يتعامل معاها بروفيشنال، يعني عايزة شخص مرن، اللي هو مش بكتر مذاكرة على قد ما انك تكون فاهم الكونتنت اللي انت بتدرسه ومتابع أول بأول. طبعا متابع أول بأول دي يعني في أي قسم أو في أي حتة لازم تكون متابع أول بأول، لكن الفكرة برضو عندنا في مدني أو في أولى هنعمل فوكس عليها بمعنى صح، إن النصيحة دي ناس كتير قالتها في الدفعة، إنك أنت لو هتذاكر حاجة تعمل حسابك إن الحاجة دي لازم توفر لنفسك ريفرنس بعد كام شهر. يعني أنت دلوقتي بتذاكر شابتر 1، شابتر 1 ده بعد 3 شهور على الفاينل مش هيكون فريش في دماغك في نفس ما انت بتذاكره في وقتها، فلازم توفر لنفسك ريفرنس كمان شهرين عشان تعرف تراجع عليه تاني او تعرف ريفيجن تاني، فلازم يكون معاك ريفرنس للحاجة اللي انت ذكرتها في الاول. المعلومة دي برضو مهمة، كذا حد قال لي عليها، ان مش زي اعدادي كل حاجة هتكون متوفرة، يعني هتبدأ تعتمد على نفسك شوية. الموضوع اسهل من الاعدادي، موضوع ما فيهوش ستريس ولا ضغط ولا اي حاجه خالص، انت بتذاكر يعني شخص رايق بيذاكر. انا برضو هتكلم بلغه عاميه اكتر عشان اوصل لكم اللي انا عايز اقوله وتفهموا ان شاء الله. في بوينت مهمه برضو حابب اتكلم عنها قبل ما اخش في الموضوع، ان حقيقه دفعه 825 نتيجه بعدين الدفعه محظوظه جدا. احنا عاملين تشانل على اليوتيوب، التشانل دي بنصور عليها كل المحاضرات والسكاشن على مدار السنه كلها لكل المواد، وبنرفع التشانل ديت حتى المحاضرات اللي بتصور من البيت من الدكاتره في وقت الكورونا، بتنزل على بلاك بورد او على كلاس روم بنرفعها برضو على الشانل ديت. فالشانل دي افيلبل عليها كل المحاضرات والسكاشن بتاعت السنه كلها، اي بمعنى اصح الماتيريال السنه كلها من محاضرات وسكاشن الفيديوهات موجوده على الشانل ديت. فالبوينت دي ان شاء الله هتفرق معاكم جدا. نخش بقى في محتوى الدراسه بتاع اولى مدني او الكونتنت بتاع المواد. والترم الاول ان شاء الله هيكون معايا، والترم الثاني هيكون مع مندوب الاخر عبد الرحمن مبروك. الترم الاول بيتكون من 6 مواد، ماس ورسم وستراكشر ومساحه وميكانكس او بمعنى اصح ديناميكا، والماده الاخيره مش ماده تخصص، هي بريزنتيشن سكيلز ورياده اعمال، يعني هي ماده دبل بس الاثنين اسهل من بعض. وطبعا اننا جبنا سيره الماس فلازم يكون اول ماده في التعريف هي الماس. عندنا الماس بيتكون من فرعين، لينير الجبرا وانتجريشن او بمعنى صح فرع جبر وفرع تكامل. الجبر بيكون ضعف في التكامل في عدد درجات في اي امتحان، يعني اي امتحان تخش هتلاقي الجبر ضعف في التكامل. عندنا الماده بتتكون من 125 درجه، 75 فاينل و50 اعمال سنه. ال 75 فاينل بيكون 50 جبر و25 تكامل، ال 50 اعمال سنه بيكون 30 ميد ترم 20 جبر و10 تكامل، ويكون في 20 كويز في الآخر. طب محتوى الدراسة بتاع المادة، عندنا الجبر شبه عندك فكرة عنه لأن كله بيتكلم عن ماتريسيز، بيبدأ بماتريكس أوبريشن رو ماتريكس أوبريشن وحاجات أنت عندك خلفية عنها من إعدادي، فالموضوع بيكون بسيط. طب التكامل بيكون زي التكامل العادي بس الفكرة طرق زيادة، يعني مثلا دبل انتجريشن عندك بدل ما تكمل بالنسبة لـ X لا تكمل بالنسبة لـ X و Y. طب تريبل بدل ما تكمل بالنسبة لـ X لا تكمل بالنسبة لـ X و Y و Z، وطريقتين كمان للتكامل. الموضوع اسطمبة ما فيهوش اي حاجة صعبة، الموضوع بسيط. ومشكلة الماس دايما مش في الكونتنت بتاع الدراسة، مشكلة حاجة تانية عشان اصور لك او اوضح لك الصورة كاملة. امال فين مشكلة الماس؟ مشكلة الماس ان بقالنا كام سنة، حتى السنة بتاعتي شالها اكتر من نص الدفعة. طب ازاي وانت قلت الكونتنت سهل؟ فعلا الكونتنت سهل، وانا لسه عند رأيي وده رأي ناس كتير من الدفعة، بس الماس مش زي بقية المواد في المتابعة، يعني ما بيكونش فيها كوزات، ما بيكونش فيه تسليم شتات، بيبقى كوز واحد في الاخر، فدايما بتكون فيها اهمال من الطلاب في الماده او بيركنها في اول السنه ويجي يفتحها في الاخر. والماس مش من المواد اللي تتركن وتتفتح في الاخر، ان الماده بيكون فيها كلام كتير محتاج يتفتح اول باول من الاول. فدايما نصيحه مني، الماس ما تتركنش، الماس اول باول زيها زي بقيه المواد، حتى لو ما فيش متابعه وما فيش تسليم شتات، حاول انت تحضر محاضرات وتحل اللي بتاخده في المحاضره اول باول. تاني ماده هتكلم عنها وهي الرسم، والرسم حابب اعمل فوكس عليه لان عليها كلام كتير واسئله بقى، هل انا ما بعرفش ارسم، ما كنتش حلو في اعدادي، الرسم عندي كان ضايع، انا مش هخش مدني عشان انا الرسم ما جاش معايا في اعدادي. كل ده ملوش علاقه بمدني خالص، يعني الرسم في مدني حاجه منفصله عن اعدادي.
مش شرط انت عشان كنت كويس في الرسم في اعدادي فانت تبقى جامد في الرسم في مدني، والعكس صحيح. لا، هي مادة منفصلة، كونتنت جديد، محتوى اخر بيتشرح لك، وارد تتميز فيه، وارد لا قدر الله ما تتميزش. مش معنى انك انت كنت في الرسم جامد انت كده ضمنت انك انت خلاص بقيت جامد في رسم مدني، ومش معنى انك انت كنت ابيض في رسم اعدادي، وده مشكلة بتقابل ناس كتير، انك انت مش هتعرف تتعامل مع الرسم المدني. لا، في ناس كتير في الدفعة كانت بتعدي بمقبول في رسم اعدادي وبيجيبوا امتياز في رسم مدني، وده نسبة كبيرة جدا ملوش علاقة فعلا باعدادي خالص. دي بوينت برضو كنت حابب انوه عنها قبل ما اتكلم عن الرسم. الرسم بيكون 100 درجة، 60 فاينل و40 اعمال سنة، وبيكون عبارة عن جزئين، جزء كونتور وجزء اتربة. الكونتور ده بيكون في الاخر، والاتربة ده بيكون هو المين بتاع الترم لان عليه 100 ترم. الأتربة ده الجوكر بتاع أولى مدني في الرسم، بتحتاجه الترم الأول وبتحتاجه الترم التاني، فعلا لو ظبطت هترتاح في رسم أولى مدني. والأتربة برضو عبارة عن حلقة لازم تفهم من البداية عشان توصل لحد النهاية، ما ينفعش تيجي في النص تقول أنا هفهم. فعبارة عن أساس، وبتبني على الأساس ده بقى إيه، تبدأ تكمل عليه، يعني تاخد جزء تفضل تكمل على الجزء ده. وبرضو الرسم في أولى مدني مش محتاج تنقل، يعني اوعى تنقل في الرسم لان هو مش مستاهل. انت لو حاولت تفهم هتعرف ترسم، مش زي اعدادي بقى هتحاول تفهم مره واتنين وتلاته وفي الاخر ما تعرفش ترسم. لا، طالما حاولت تتفرج على محاضره وتفهم وترسم بايدك هترسم، الموضوع بسيط في اولى مدني. تالت ماده هتكلم عنها وهي الاستراكشر. الاستراكشر بتدرسها على مدار 3 سنين، كل ترم يعني 6 كورسات 6 ترمات. الترم الاول في ال3 سنين بتدرس استراكشر اناليسيز وتحليل انشاءات، الترم الثاني بتدرس ميكانكس استراكشر ودي ميكانيكا الانشاءات. نخلينا في الترم الاول في اولى مدني بتدرس استراكشر اناليسيز 1 دي تحليل انشاءات. ماده بتتكون من 100 درجه، 60 فاينل و40 عمل سنه. ال 40 عمل سنه بيكون 20 من الترم و20 في السكشن، سواء كويزات بقى او اساينمنت. محتوى الدراسه بتاع الاستراكشر هو سهل بس محتاج فهم، محتاج فهم وحل كتير. الاستراكشر سهل او تحضر السكشن وتفهم السكشن تخرج منه شارب كل المعلومات اللي فيه، من اسهل المواد اللي ممكن تفهمها، بس في نفس الوقت من اسهل المواد اللي تتبخر فيه معلومات لان محتاج حل كتير بايدك. بايدك مش تقرا ولا تسمع سيكشن ولا تسمع محاضره، محتاج تحل بايدك. الاستراكشر بقى بتتكون من اول شابتر كده بيفكرك بحاجات الاستاتيكا والرياكشن، واحسب الرياكشن عند الهنج ده وعند الرول ده وحاجات كلها انت خدتها قبل كده. واخر شابتر فيه بيتكلم عن التراسز، انت عندك فكره برضو عنه. فيعني نص الاستراكشر في الترم الاول في اولى مدني حاجات انت عندك فكره عنها، مفيش بس غير جزء بس جديد عليك وجزء بسيط جدا بتاع الانترنال فورس، وده برضو مش هيحتاج منك مجهود غير انك تكون فاهم وتحل بايدك على اللي انت فاهمه ده. رابع ماده هتكلم عنها وهي الميكانيكس، او بمعنى اصح هي داينامكس، هي ديناميكا بس اسمها ميكانيكا. الماده بتتكون من 125 درجه، 75 فاينل و50 عمل سنه. 50 عمل سنه بيكون 25 ميد ترم، وغالبا بيكون في ميد ترم تاني، وتعمل نسبه بينهم، بيحصل تقسيمه كعمل السنه كل سنه وظروفها. محتوى الماده بيبدا بحاجات انت عارفها، السنتر اوف ماس والسنتر اوف سنترويد، وتجيب بقى السنتر الاكس والواي. يعني ده مش ريفيجن، لا ده شابتر عندك في، وبيجي في ميد ترم وبيجي السؤال عليه في الفاينل، وبيبقى سؤال مضمون ان هو بيجي سهل، ما بيجيش جسم مايل ولا بيجي اي حاجه، بيجي جسم معدول. المدني الوحيد باين اللي بيجي عليه جسم معدول والسؤال ده مباشر فيه. وبعد كده عندنا انواع الحركه، برضه هيبقى عندك فكره بس هيبقى بلس حاجات زياده انت مش عارفها بس هتلاقيها سهله برضه. بعد كده بينتهي الكورس بشابترين بيتكلموا عن الفايبريشن والورك والانرجي، عباره عن مجموعة قوانين بتحل بيهم موضوع بسيط ومباشر. يعني نقدر نقول عن ميكانيكس انها من المواد السهلة ومواد اللي تقدر تجيب فيها تقدير، وده بإجماع آراء من الدفعة. بس برضو مشكلتها عشان تكون موضح لك الصورة كاملة انها ام سي كيو، وبيكون في نان وبيكونش في نان، وانت اكيد فاهم يعني ايه ام سي كيو، زي نظام الاستاتيكس. بس الكورس بتاع ميكانيكس الداينامكس ده سهل شوية. في جزء برضو حابب ازوده في ميكانيكس، ان الدكتور اللي بيديكوا ليه كتاب، تمام؟ الكتاب ده فيه مسائل، المسائل دي في غاية الأهمية، المسائل دي بتيجي بالنص في الميد تيرم وبالنص في الفاينل. فأنت من أولها كده أول ما تاخد أي شابتر وتاخد السيكشن بتاعه، أول حاجة تعملها تحل على الشابتر ده من كتاب الدكتور. وإحنا برضه هنبقى نعرفكم إيه كتاب الدكتور وهنفهمكم الدنيا، يعني مش هنسيبكم لما تخشوا القسم إن شاء الله. بعد كده عندنا مادة امتياز، هي امتياز وش يعني ب 100 درجة، اسمها برزنتيشن سكيلز وريادة أعمال. هما مادتين ضمنهم في مادة واحدة، فممكن أكلمك على كل واحدة منفصلة. يعني برزنتيشن سكيلز
ب 50 درجة. هي مادة ممتعة، مادة بتتكلم عن مهارات الكتابة بتاعتك، مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات القراية، شوية مهارات هيفيدوك عامة في الحياة بعيدا عن الدراسة. وبيكون 30 درجة في الفاينل، و20 درجة بيكون ريبورت، أو على حسب ميد تيرم، على حسب الدكتور كل سنة ليها ظروفها. بعد كده النص الآخر منها هي ريادة أعمال ب 50 درجة برضو، 30 درجة فاينل و20 درجة ميد تيرم. ريادة الأعمال دي بتتكلم إنك إزاي تفتح مشروع، إزاي تبقى رائد أعمال، إزاي تدير بيزنس بتاعك، برضو مادة ممتعة. والمادتين بيكونوا في امتحان واحد، بيديك ورقة برزنتيشن سكيلز، بعد كده بيديك ورقة ريادة الأعمال، وبيكون الاتنين اوبن بوك، ودي ميزة اللي بتميزهم جدا. انت بتضطر بس تفهم الكلام، ما تحفظوش، ان كده كده انت بتخش بالكتاب. اخر مادة هتكلم عنها وهي المادة الستة، وهي المساحة. وهتكلم عنها اخر مادة لانها مادة من اهم المواد في اولى مدني. المساحة مادة ب 200 درجة، 200 درجة قادرين يغيروا تقدير السنة كلها، وهي فعلا من اهم المواد في اولى مدني كمحتوى دراسة وكمادة تخصص. هتفهمك حاجات كتير قوي كمهندس مدني، كمادة فيها شغل عملي ونظري ومسائل وشيتات، فكل ده لازم تهتم بيها من أول يوم في المادة. المادة زي ما قلت 200 درجة، الفاينل 120 درجة، أعمال سنة 80، منهم 40 ميد ترم أو 35، بس في حاجة من الاتنين على حسب السنة. و40 تانيين بتقسموا بين في عملي في الآخر، لأن المادة قلت لك فيها عملي، بيكون في امتحان بسيط على العمل اللي أنت خدته في الآخر، وأساينمنت وحضور في السكشن، دول 40 الباقيين. محتوى الدراسة بتاع المساحة يمكن جديد شوية عليك، مش هقدر ريليتد بحاجة انت خدتها في اعدادي او خدتها قبل كده، بس ممكن كجنرال كان نقول ان الكورس بيتكلم عن شوية اجهزة. الاجهزة دي بتقدر تجيب مناسيب الارض. طب ايه مناسيب الارض ديت؟ انت ساعات لما تكون ماشي على طريق كده سريع، ممكن تشوف شخص كده واقف على جنب الجهاز عمال يبص يمين وشمال وياخد قرايات. القرايات دي مناسيب الارض. لو ما شفتش حاجة زي كده قبل كده، فبص في الصورة المعروضة تقدر يعني تفهم الموضوع بشكل عام. طب مناسيب الأرض ديت يعني إيه فايدتها؟ لأ تفرق كتير أوي معاك كمهندس مدني. أنت ممكن تكون واقف على الأرض، المنسوب اللي قدامك غير المنسوب اللي وراك، مع إن المساحة ضيقة أوي، بيكون في فرق ملي أو 2 ملي. طبعا ده بيبان شريك على الطبيعة، لكن يبان في الأجهزة ويفرق معاك كمهندس مدني زي ما قلت لك. فده الكورس بشكل مختصر، طبعا مع تعمق وديتيلز أكتر، بس ده يعني اللي عايزين نفهمه لحد دلوقتي. المادة كمذاكرة مش صعبة ومش سهلة، لكن محتاجة مجهود لأنها مادة كبيرة، وكل أسبوع بيتاخد فيها كمية كبيرة، فالكمية دي ما ينفعش تتراكم. أنت لو راكمت أسبوعين على بعضهم هتحس بلخبطة كبيرة والدنيا هتوه منك، عكس أي مادة تانية. دي أقدر أقولك إنها مش زي أي مادة تانية. أي مادة تانية لو راكمت سكشنين عادي الموضوع بيكون لسه في المتناول، لكن المساحة لا، صعب، صعب فيها تراكم أي حاجة خالص، لأن أنت هتاخد بالك إن من أول أسبوع الكمية عاملة إزاي، فمحتاجة اهتمام، محتاجة تركز في المحاضرة وفي السكشن وفي العملي، والعملي دي تركز عليه عشان انت العملي هيفيدك كمهندس مدني عامة. لما تنزل موقع وتشوف العملي بتاع المساحة، حاول تفهم كل كلمة كلمة، وتخلي الفني او المعيد اللي هيشرح لك يعيد تاني وتالت ورابع لحد ما تفهم. متخرجش من العملي غير لما تكون فاهم، لان ده الاساس اللي هيفهمك السكشن وهيخليك مستوعب الدنيا في المحاضرة. طريقة المذاكرة ما اقدرش اقول لك ذاكر من ملازم او ذاكر من سلايدز او ذاكر من هنا او من هنا، ده الموضوع بيبقى اوبشن. لكن اقدر اديك نصيحة واقول لك ان السلايدز بتاعت الدكتور بيجي منها بالنص في الاخر الترم وفي الميد ترم، فدي تكون الريفرنس الاساسي ليك. بلس في اساينمنت بينزل كل اسبوع او كل سيكشن، الاساينمنت ده بيكون مهم جدا، يعني حاول قد ما تقدر ما تنقلش الاساينمنت ده، وحتى لو في حاجة انت مش فاهمها حاول تفهمها. مش مهم انك تسلم الاساينمنت على قد ما مهم انك تفهم الاساينمنت ده، لان هو بيجي بالنص منه برضه في الميد ترم وفي الفاينل. يبقى كده عندك تو ريفرنس اهم حاجه عندك، طبعا بعد المحاضرات والسكاشن اللي متفرج عليهم والعملي، هو السلايدز الدكتور والاساينمنت اللي بتنزل بعد كل سيكشن. السلام عليكم. اولا حابب اعرفكم بنفسي، انا عبد الرحمن مبروك، مندوب اولى مدني. باذن الله هكون معاكم في شرح ملخص واهم النقاط الخاصه بالمواد بتاعه الترم الثاني، وباذن الله نقدر نفيدكم. طبعا بعد ما سمعت كل الكلام عن الترم الاول، نيجي بقى للترم التاني. الترم ده اللي هتحس فيه انك دخلت في القسم شوية، ترم مش صعب بس محتاج منك تركيز ومجهود، ومش عايز منك انك تراكم بقى المحاضرات والسكاشن زي ما انت عارف، لان الترم التاني ده قصير شوية، فمحتاج منك تكون جاهز على طول لأي كويز وميد ترم يعني، والتسليمات فيه بتبقى كتيرة. نبدأ بقى بأول مادة معانا، وهي مادة النوميريكال أناليسز أو التحليل العددي. المادة دي اللي بيدرسها لنا دكتور أحمد عصام، مادة من 100 درجة،
60 منهم فاينل و40 اعمال سنة. ال40 دول بيتقسموا لجزئين، 20 ميد ترم و20 كوزات. مادة من اسهل المواد اللي انت هتدرسها في اولى مدني، مادة سيستماتيك جدا، مجرد بس تعرف طريقة الحل وتمشي بالخطوات، وهي خطوات ثابتة مش محتاجة منك غير حل كتير وتدريب. نيجي بقى لتاني مادة معانا، وهي مادة تاريخ العمارة. مادة من 50 درجة، 20 منهم ريبورت و30 منهم فاينل، وزي ما انت شايف مادة يعني درجاتها قليلة جدا، فده يدل ان هي مادة سهلة. يعني المادة دي من قسم عمارة، تعرفك تاريخ العمارة من أول الفراعنة لحد العصر الحديث، وبتوريك صور التاريخ ده في أماكن ما كنتش تعرفها. مادة سهلة جدا، السلايد بتاعتها إنجليزي بس الامتحان بيجي عربي. لو قرأت السلايدز هتخش هتلاقي الامتحان كويس، وهتكون مبسوط منه، يعني هتطلع من الامتحان كويس جدا، يعني الامتحان بيجي بتاعها مباشر وكله من السلايدز. نيجي بقى لتالت مادة معانا، وهي مادة الميكانيكال استراكشر. مادة من 100 درجة، بيتقسموا لجزئين، 60 منهم فاينل و40 أعمال سنة، وال40 دول بيتقسموا لـ20 ميد ترم و20 كوزات وتسليم شيتات. هتبدأ بقى تخش في مواد التخصص بتاعك. طبعا الاستراكشر من أهم المواد عندك في مدني. المادة الترم التاني بتتكلم على تأثير الانترنال فورس. طبعا انت خدت الانترنال فورس الترم الأول، بس الترم دوت بتشوف تأثيره بقى عامل ازاي. مادة عايزة منك فهم وعايزة منك تركيز، بس المعلومة يعني الاستراكشر عايز منك حل كتير عشان تشوف اكتر وتحل اكتر، فعايز الحل والتدريب عشان بالنسبة لك لما تشوف اي حاجة تقدر ان انت ايه يعني تتعامل معاها بسهولة، فمحتاجة منك تدريب وهتلاقي الموضوع سهل يعني بإذن الله. نيجي بقى لرابع مادة معانا، وهي مادة الماتيريال. مادة 175 درجة، وزي ما انت شايف ان المادة درجاتها كبيرة زي المساحة، فمحتاجة منك مجهود كبير. مادة من أتقل المواد اللي عندك في أولى مدني. 175 درجة دول بيتقسموا لجزئين، أول جزء عندك الفاينل 105 درجة، وأعمال السنة 70 درجة، وتندرج تحتهم كذا بند. ال70 دول أول جزء عندنا هو جزء العملي 20 درجة، الميد ترم عليه 20 درجة، كوزات سكشن عليها 20، كوزات المحاضرة عليها 10 درجات. مادة مهمة جدا ليك في قسم مدني أثناء الدراسة، وكمان لما تتخرج، وكمان المادة بتكمل معاك في سنة تانية، يعني المعلومات اللي انت بتاخدها بترجع تزود عليها معلومات تانية في سنة تانية. مادة أصعب حاجة فيها هو الحفظ الكتير، لأنك بتاخد كم معلومات هائل جدا. الاعتماد الأساسي في المادة دي على المحاضرات، لأن الدكتور بيجيب منها أسئلة كتيرة في الامتحان، وكمان بيعتمد على الكلام اللي قايله بنفسه في المحاضرة. تاني جزء بنعتمد عليه في المادة دي هو جزء السكاشن، لأن بيبقى فيها شرح للمسائل، بس المسائل يعني سهلة شوية، يعني مفيهاش مجهود كبير، كلها تعويض مباشر. زي ما قلت أصعب حاجة في المادة هو الحفظ الكتير بس، لأن فيها معلومات كتيرة جدا يعني، ولازم تكون حاضرة في دماغك، لأن الامتحان بيبقى MCQ، فلازم تكون المعلومات كلها كده في دماغك تقدر إن أنت تستعين بيها بسهولة أثناء الامتحان. لو استمريت إن أنت تذاكر أول بأول المحاضرات وتاخد نوتس كده صغيرة بعد كل محاضرة، تقدر ان انت ترجع ليها وقت ما انت عايز، يعني بديلا ان انت ما تشوف الكتاب او تشوف المحاضرة وكده، فده هيكون بالنسبة لك حل كويس تقدر ان انت تراجع بيه بسهولة. بس اهم حاجة في المادة دي ان انت تذاكرها اول بأول. مادة الاحتمالات والاحصاء، المادة دي من 100 درجة، 40 منهم اعمال سنة و60 منهم فاينل، واعمال السنة دي بتتقسم ل30 ميد ترم و10 اساينت. مادة الاحتمالات والإحصاء مادة سهلة جدا، وأخدت منها جزء كبير في ثانوي زي حجر النرد والكوين. فكرة بس في المادة دي إن هي متقسمة لكذا جزء، أهم حاجة إن أنت لما تيجي تخش على الجزء ده تعرف هتستخدم ليه أنهي قوانين. الاعتماد الأساسي في المادة دي على المحاضرات، وإنك تشوف أسئلة المحاضرة وتسمعها، وكمان تحل الأسئلة دي بإيدك، وكمان تحل أسئلة الشيت. الامتحان بيجي شبه افكار المحاضرات والشتات بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف فيها، يعني ما بيبقاش فيه كرييتيف عليك. يعني ماده سهله جدا ان انت تجيب فيها تقدير باذن الله، يعني اهم حاجه ان انت تحل كتير وتحل الشيت بايدك بعد ما تسمع المحاضره. نيجي بقى لماده الرسم، ماده من هنا 125 درجه، 50 منهم اعمال سنه و75 منهم فاينل. ماده عندنا بتتقسم لجزئين، اول جزء عندنا هو الجزء اللي قبل الميد تيرم، هو جزء الستيل. الجزء ده عامل زي اللي انت خدته في اعدادي بالظبط، مفهوش عليه يعني زيادات، زياده حاجات بسيطه يعني. الجزء ده عليه درجات كبير لان انت بتدرس فيه 4 شتات وبتمتحن عليه الميد تيرم، فبيبقى عليه لود كبير يعني من اعمال السنه بتاعتك.
جزء سهل، بس عايز منك ان انت بعد ما تاخد المحاضرة ترجع تحل الشيت بتاعك وبتتدرب عليه. هي كلها اشكال كده محفوظة وبتظبطها كده، بيتجمعوا كده في شكل، فبتلاقي الموضوع بسيط يعني. تاني جزء عندنا هو جزء لتكملة للترم الاول. انت خدت الترم الاول اتربة، انت بتكمل عليها الترم التاني، بس عليها شوية اضافات كده زي كوبري زي ترع، حاجات سهلة يعني ما فيهاش فيها اي مشكلة. اهم حاجة فيها التطبيق، وان انت ترسم بايدك ما تنقلش، ده اهم حاجة في الرسم، لان انت هتلاقي الموضوع متاح يعني، هتلاقي حل الشيت موجود، كل حاجة موجودة، فسهل ان انت تنقل. بس يعني دي نصيحة، ان انت تحل الشيت بايدك وتظبط اللوح بتاعتك، عشان وقت الفاينل هتحتاج كل الحاجات دي بالظبط. نيجي بقى لمادة الفيزياء. المادة عندنا من 100 درجة 60 منهم فاينل و40 أعمال سنة. ال40 دول بيتقسموا ل30 ميد ترم و10 على التجارب بتاعة المعمل. مادة سهلة جدا، المواد اللي تقدر تلمها وقت الفاينل، بس يستحسن إن أنت تحضر المحاضرات. مادة من 3 شباتر، الأسئلة بتاعتها مباشرة جدا، الاعتماد الأساسي فيها على المحاضرات والسكاشن. أصعب حاجة في المادة هو بس ممكن تكون حفظ الإثباتات والتعريفات. بتتكلم عن الصوت والضوء، يعني حاجات لطيفة كده وسهلة. القوانين بتاعة حل المسائل سهلة جدا، ومن المواد اللي تقدر فيها تجيب تقدير بسهولة يعني. السلام عليكم يا شمهندسين، انا عبد الله احمد شاكر، دفعه 2023. انا لسه مخلص سنه تانية مدني، والكلام ده كله للدفعه اللي طالعه تانية مدني. النهارده هنتكلم عن السنه تانية مدني عامه، بمواد الترم الاول ومواد الترم الثاني، والكونتنتس التقريريه بتاعت كل ماده، والدكاتره بتاعت كل ماده، وازاي تتعامل عامه مع الماده والميد ترم بتاعها والفاينل بتاعها عشان تعدي على خير يعني. على الكورس كلها ودرجاتها والكلاس ورك بتاعها والفاينل بتاعها دي كام درجة والكونتنتس وايه الدكاترة كده. ان شاء الله نبتدي بالترم الاول. عندنا اول مادة مادة الفلويدز، تمام كده، اللي هي الموائع. التوتال بتاعها 200 درجة، من 1000 ومن 750 درجة في الترم الاولاني يعني، 200 درجة، كلاس ورك 80 درجة، والفاينل بتاعها 120 درجة، فهي اكبر مادة عندنا من حيث الدرجات. تاني مادة مادة ماتيريالز، وهي الامتداد بتاعت مادة الترم، مادة سنة أولى مدني يعني اللي خدناها، وبتكمل معانا بس بنخش في جزء الخرسانة. التوتال بتاعها 175 درجة، والكلاس ورك بتاعها 80، والفاينل بتاعها 95 درجة. مادة البيلدينج اللي هي التخطيط والإنشاء بتاعت المباني المعمارية، هي مادة ممكن تبع قسم عمارة أكتر أو كده. التوتال بتاعها 125 درجة، وهي دي المادة الوحيدة في الترم الأولاني اللي عندنا فيها رسم، يعني المادة بيكون فيها رسم كتير شوية، ويعني هنتكلم عنها ساعة ما نجيلها كده. الكلاس ورك بتاعها 50 درجة، والفاينل 75 درجة. الجيوديسي اللي هي علم دراسة الأرض وال يعني تعتبر تكملة للمساحة برضو، التوتال بتاعها 100 درجة، والكلاس ورك بتاعها 40، والفاينل 60. بعد كده ناخد structural analysis برضو زي اللي خدناها في أولى مدني في الترم الأولاني، التوتال بتاعها 100 درجة، والكلاس ورك 40، والفاينل 60، بس طبعا تطور في المادة. آخر مادة عندنا هي أقل مادة في الدرجات، اللي هي مادة التغير المناخي ومشاكل الطاقة، اللي هي climate change and energy problems، 50 درجة توتال، والكلاس ورك 20، وفاينل 30. نبتدي بأول مادة وهي أتقل مادة عندنا في الترم الأولاني. طبعا كل الناس بتتكلم إن هي من أصعب المواد، بس هي عايزة شوية تنظيم كده، ويعني وانك تملكها من الاول كده وتذاكرها اول باول. طبعا اي ماده بتبقى محتاجه كده. فاول جزء بيبقى من دكاتره، فيه دكتور محمد حمدي نور بيبقى من الدكاتره الموجوده، ودكتور طارق صلاح، ودكتور برضو في كذا دكتور بيخش في الماده يعني. ودكتور احمد امام هو اللي بيكون ماسك الماده، ودكتور محمد عطيه برضو هو اللي بيخش في اخر جزء. عندنا اول جزء بيكون introduction على fluid properties، وبندرس شويه حاجات بين السولز والليكويد والجازس والدايمنشنز بتاعتها، والدنسيتي وسبيسيفيك ويت سبيسيفيك جرافيتي وفيسكوستي وكومبرسيبيلتي سيرفيس تنشن. ناخد شويه زي definitions كده، وبشويه قوانين وبشويه دايمنشنز، يعني زي نطلع الوحدات دي، خدناها برضو في اعدادي في الفيزياء. بيبقى اول شابتر كده زي introduction كده للماده، وازاي نتعامل مع الوحدات بتاعت الماده، لان الماده دي بيبقى يعني نركز فيها في الوحدات شوية، وبيبقى فيها لعب في الوحدات كتير خصوصا في الميد تيرم. المادة مقسومة لنصين، أول جزء فيها تقريبا بيبقى زي statics كده، المية وهي يعني موجودة واقفة في مكانها مثلا،
ما بتتحركش، فبندرسها في الحاله الساكنه وندرسها في الحاله المتحركه بعد كده، الحاله الدايناميك. فبنشوف عندنا مثلا بندرس بقى البريشر بتاعها، وبنبتدي ناخد هيدروستاتيك ايكويشنز بتاعتها، وازاي نقيس البريشر، وكذا جهاز يقيس البريشر، والجيج بريشر، وكل الحاجات دي خدناها برضو، كان في ثانوي برضو يعني هتلاقينا خدناها شويه، بس طبعا مع التطور طبعا. وهنلاقي برضو البوينسي اللي هو الطفو، والمراكب ازاي تطفو والكلام ده، وناخد معادلات يعني زي فورسز برضو، في ايكويشنز فيها ايكوليبريم وكده، ازاي بتطفو يعني الحاجة واحكم هي ازاي هتغرق ولا هتطفو. وبرضو الاكسلريتد فلويد ماسز، يعني لو انا مثلا حركت تانك ميه يمين او شمال او فوق او تحت، برضو ازاي برضو كل الكلام ده، الميه هتتحرك بقد ايه، ولا هتخرج من التانك ولا لا، ولا هو تانك مقفول والميه على اخره، يعني هندرس كذا حاجه كده بالفورسز وكل الكلام ده. وهنبتدي ندخل معانا في اول مومنتوم برنسبل ده، هنبتدي ندخل معانا الفورسز، وهنبتدي ناخد الداينامكس بتاعتنا، وهناخد طبعا الكونتينيوتي ايكويشن وبرنوليز ايكويشن، دي برضو خدناها قبل كده. ومن اهم طبعا المعادلات بتاعتنا هي برنولي، زي تقريبا الفلويد كلها بتبقى مبنيه على معادله برنولي في الحركه يعني. وهنتكلم على اللامينار والتربلنت فلو والبايب فلو ابلكيشنز في الاخر خالص، دي برضو مهمه. وهناخد اللوسز اللي هتكمل معانا في الترم الثاني، يعني اخر جزء ده بيبقى مهم جدا في الترم الثاني، وهي ماده اساس يعني، الفلويد هي الاساس، نكمل بيها هيدروليكس، بعد كده نكمل بيها راي، نكمل بيها ماده الصرف والصحيه والكلام ده. فيعني الفلويد زي ماده اساسيه لازم نركز فيها جدا. طبعا احنا عارفين ان الماده قلنا ب 200 درجه 80 اعمال سنه، فاعمال السنه مش قليله خالص، 80 درجه في مواد 100، فاعمال السنه تعتبر كبيره جدا، و120 فاينل. الميد تيرم يعني اوصيكم اهم حاجه بس في الماده دي ان انتوا تحضروا، لان يعني لازم تحضروا عامه، لان الدكاتره ساعات بتاخد حضور، والدكاتره برضو بتبقى محتاجه الناس تحضر برضو عشان تقول اسئله وبتيجي في الامتحانات اكيد. غالبا كان المفروض يكون في، احنا عشان ظروف الكورونا وكده، فيعني الترم ما كانش ماشي زي ما احنا عايزين بالظبط، ف اللي بيبقى فيه غالبا كويزين في المحاضره بيبقى عليهم درجات برضو، وبيبقى فيه لاب ريبورتس اكيد، وبيبقى فيه امتحان معمل المفروض في الاخر برضو. كل ده بقى يعني توزيع الدرجات دي بتختلف من سنه لسنه، فيعني الدكتور هو اللي بيقسم اللي هي 80 درجه دي معاكم في المحاضره على حسب برضو الترم ماشي ازاي وكده. وبرضه بيكون قلت فيه لاب ريبورتس بتتسلم، وبرضه بيبقى فيه كويزات في السكاشن اكيد. وطبعا اهم حاجه برضه الايه تاني، الحضور، لان يعني في دفعتنا جالها ميد ترم صعب شويه، فكان عشان برضه العدد القليل كان بيحضر شويه، فيعني اهم حاجه ان ايه نحضر ونتابع الماده اول باول. تاني مادة عندنا المادة المكملة من أولى مدني، مادة ماتيريال، بس المرة دي بقى هندرسها مش أسمنت والإضافات والكلام ده، لا احنا المرة دي بقى هنتكلم عن الخلط، الخرسانية كاملة بقى، وإزاي يعني خصائصها والكلام ده. فهنبتدي بالخرسانة الطازجة وهي لسه مصبوغة، وهنتكلم عن قابلية التشغيل بتاعتها، اللي هي إزاي اللي ما يحصلهاش أي انفصال حبيبي ولا الكلام ده كله. وهيخش معانا في اختبارات الخرسانة الطازجة، كذا اختبار لازم نكون عارفينهم، ولازم نكون عارفين رسوماتهم وكل حاجة، والخرسانة المتصلدة بعد كده بعد ما تشك وبعد ما تتصلد يعني. وبعد كده هناخد بقى مقاومة الخرسانة، وازاي نختبر مكعب خرسانة، وهل هنختبره مكعب ولا هل هنختبره على شكل اسطوانة، وابعاد المكعب اللي هو 15 في 15، او قطر المكعب، قطر الاسطوانة، سلندر بتاعتي قطرها بيكون مثلا 15 سنتي وارتفاعها 30 سنتي، وهكذا، وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده، واختبارات بقى اللي هو الانحناء، واختبارات يعني كذا اختبار هناخده للخرسانة. بعد كده كل ده طبعا الكلام ده كله مع دكتور أسامة هدهد. وصناعة الخرسانة بقى هناخده مع دكتور أحمد رجب، يقول لي ازاي اصنع الخرسانه بالظبط، وزمن الشك، وزمن يعني كل حاجه، من اول ما بتشوف الارض وبتبتدي تصب وبتعمل الفورمه والخشب والعروق. طبعا اهم حاجه برضو الحضور، عشان دكتور احمد رجب برضو بيجيب مع الخشب ويوريه لنا في المحاضره برضو، ولغايه ما اصب الخرسانه كل الكلام ده. يعني كان قبل كده قبل الكورونا كان المفروض بيتعمل زي رحله تشوف كده الخرسانه هتتصب وكده قبل كده يعني، بس من ساعه الكورونا طبعا الكلام ده اتلغى شويه. وبعد كده بنخش في تصميم الخلطه الخرسانيه برضو مع دكتور اسامه هدهد. وتصميم الخلطه الخرسانيه ده شايف ان هو اهم حاجه في كل الحاجات دي كلها، لان هو ده يعني تقريبا اللي ممكن بعد كده برضو تلاقيه في الشغل بتاعك برضو، يعني الخلطه الخرسانيه احط منها قد ايه اسمنت، احط منها قد ايه كام لتر ميه، احط منها قد ايه برضو ركام كبير وركام صغير.
وكل الكلام ده كله ايه، والاضافات والكلام ده كله. فيعني اهم جزء كله في المنهج هو تصميم الخلطه وتحمل الخرسانه مع الزمن والتغيرات البعدية في الخرسانه والزحف. وعندي عزل مائي وعزل حراري ومواد الترميم برضو، كل ده تبع دكتور احمد راغب، اللي هو مواد الترميم وعزل مائي وعزل حراري، اي حاجه فيها صناعه خرسانه. فهي ماده بس محتاجه يعني متابعه اول باول برضو. وطبعا ايه، هي المفروض ان هي كانت تيجي قبل كده كان بيبقى فيها رسومات كتير، فجالنا الميد تيرم كان فيه رسومات فعلا، بس الفاينل بتاعنا جالنا كله كان ام سي كيو. فيعني عود نفسك انك ممكن تلاقي اي حاجه جوه، هل ممكن تلاقي رسومات؟ اه ممكن تلاقي رسومات، ممكن تلاقي يعني هتلاقي كذا رسمه وكذا جراف، تلاقي علاقات كتيره جدا بين قابليه التشغيل ومش عارف بين الزمن وكذا علاقه والحراره والكلام ده، هتلاقي علاقات كتير جدا. فلازم تربط مع نفسك حتى لو مش موجوده في الكتاب، يعني تبقى فاهم. انت اهم حاجه تبقى فاهم وانت بتذاكر، مش تحفظ وخلاص، يعني مش ماده تحفظ وخلاص، لان انت كده كده يعني انت هتبقى محتاج وانت بتحل في الامتحان، انت مش هتلاقي الحاجه زي ما هي في الكتاب ولا زي ما هي في المحاضره ولا في السلايدز. طبعا السلايدز كويسه وكل حاجه، بس الكتاب بيكون كامل اكتر. يعني دي بالنسبه لماده الماتيريالز. والمفروض ان هو كان بيتعمل زي مشروع كده، يعني بتصب مكعبات خرسانه، بس برضه ظروف الكورونا فما كملناهوش. ف يعني في دفعات قبل كده كانوا بيصبوا يختبروا المكعب بعد ما يصبوه الكلام ده في المعمل بتاع الخرسانه اللي في يعني في ناحيه مبنى كيمياء والكلام ده وري وكده هيدروليكا. بس فده بالنسبه لماده الماتيريالز عامه. عندي بعد كده ماده البيلدنج اللي هي التخطيط، برضو الدكتور حسام هدهد هو اللي بيدي الماده دي لوحده. الماده دي هي الماده الاساسيه اللي عندي فيها رسم عامه. فعندي باخد فيها مراحل وانواع انشاء المباني، وباخد المباني اللي هي السب ستراكشرز والسوبر ستراكشرز، وباخد ال برضو اللي هي القواعد واللبشه والكلام ده. ف يعني هي ماده مفيده جدا 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 جدا، ممكن اكتر المواد المفيده، عشان برضو بتوريك الشغل بره بيعمل ازاي تقريبا. فيعني هي من اكتر المواد اللي هتفيدك وتستمتع بيها. يعني اعمال المباني برضو بدرس بقى المونه والطوب واشكال الطوب والبلوكات وال يعني كذا حاجة بدرسها في العمل المباني. وهتلاقي حاجات كتير جدا، والعرانيس وكل الكلام ده كله بدرسه. وعندي بعد كده العقود اللي هي الأرشز، عندي بقى برضو بيكون فيها زي حسابات وكده، وبرسمها وبرسمها بسمك الطوبة والكلام ده كله هتعرفوه برضو. وعندي سلالم، ودي أكتر حاجة يعني بتكون رخمة شوية في الرسم، وبتكون عايزة حسابات وبتكون عايزة خطوات برضو، وانت بتحسب بتكون فاهم كويس جدا، لأن هي بتيجي في الميد تيرم وبتيجي في الفاينل ومبتكونش يعني سهلة قوي. عندي برضو المصاعد، دي بيكون برضو فيها رسومات، هي مادة أساسها رسم، وبرضو لازم أكون حافظ الإيه العناصر بتاعت كل مادة. وبيكون في كتاب بينزله دكتور حسام هدوت برضو في مبنى ماتيريال، برضو بيجاب برضو بيبقى كويس جدا. والبياض وعمل البياض والطرطشة والكلام ده كله برضو بيكون، يعني الحاجات دي كلها طبعا بتيجي في الفاينل. هو الترم تقريبا بيكون لغاية السلالم، من اول بقى من المصاعد والبياض والكلام ده، صرف الامطار واعمال التوصيلات الكهربائيه واعمال الارضيات والنجاره. الامتحان ده كله بيجي في الفاينل طبعا، مع الجزء الاولاني كل ده برضه بيجي في الفاينل. بس 80% من الماده بتكون رسم في الفاينل، وتقريبا الباقي بيبقى ايه، شايفك انت مذاكر ولا لا. ده بالنسبه لماده التخطيط. برضو يعني الرسم بيبقى مهم جدا في السكاشن، وبيتعمل كويز برضو في السكشن، ممكن كويز او اتنين على حسب المعيد بتاعك. والرسومات الرسومات الفنية كتير، والميد تيرم بيكون فيه نظري أكتر شوية من الفاينل، فمحتاجين نركز على النظري اللي قبل الميد تيرم، لأن تقريبا مراحل أنواع إنشاء المباني والخطوات بتاعة الإنشاء المبنى والكلام ده بتكون موجودة في أول وأعمال المباني، دول فيهم النظري كتير شوية، فممكن هو اللي يتعبنا شوية، بس مع الفهم إن شاء الله يبقى سهل. بعد كده عندنا الجيوديسي، عندنا تعريف الجيوديسي والجيوغرافيك كوأوردينتس، وهبتدي بقى أدرس شكل الأرض وازاي اوقع الاحداثيات دي على يعني شكل الارض، هل هو كروي، هناخد ان هو كروي في الاول، بعد كده يتحول لإليبسويد ان هو بيضاوي، فازاي اوقع الاحداثيات دي، فهل هيكون في ديستورشنز وكده. وهاخد طبعا شويه ديتامز، فيرتيكال ديتام وهوريزونتال ديتام، اللي هو المين سي ليفل اللي كنا واخدينه في سنه اولى برضو في المساحه، والجويد اللي هو شكل الارض الحقيقي. وهبتدي بقى اخد بعض انظمه الاحداثيات اللي هي الجيوسنتريك والجيوديتيك واللوكال كارتيزيان كوردينيت سيستمز، وازاي احاول ما بينهم بمعادلات. فهو الجزء اللي قبل اللي هو الجزء بتاع الميد تيرم كله تقريبا مسائل، هو ما فيش غير شويه نظري كده في الاول بس، ايه لغايه هوريزونتال اند فيرتيكال ديتامز اند ترانجوليشن، ده تقريبا بيبقى داخل في الميد تيرم كل ده. فالجزء الاولاني تقريبا كله مسائل، وبيكون مركز على الايه، على التحويلات ما بين الانظمه المختلفه اللي هي الجيوسنتريك والجيوديتيك واللوكال، تمام كده.
يعني هيكون اكس واي وزد وفاي وكده، ففيها شغل زي ماثماتكس شويه. بعد كده بيكون عندي حاجه اسمها ماب بروجكشن، برضو تقريبا بيكون داخل في الميد تيرم بس عندنا ما دخلش في الميد تيرم. ماب بروجكشن وبيقارن ما بين الايه اليونيفرسال ترانسفيرس ميركاتور والايجيبشن ترانسفيرس ميركاتور اللي هو نظام الاحداثيات العالمي ونظام الاحداثيات المصري، واللي هو الريد بيلت والبلو بيلت والحاجات دي كلها، البيلت كل ده يعني ايه بدرسه، وبعرف الكذا زون، وبعرف مثلا مدينة مثلا شرم الشيخ مثلا أي مدينة مثلا عندي بتقع في الزون كام، فبالتالي بعرف هي يعني هي بتقع فين بالظبط. وبيكون عندي مثلا سلندريكال بروجكشن كذا، يعني هناخد كذا نوع للبروجكشن، وبيكون برضو جزء ده فيه مسائل. الجزء بعد كده بقى اللي هو بتاع الجي ان اس اس ده اللي هو برضو بيكون تقريبا معظمه نظري، الجزء ده تقريبا بيبقى معظمه نظري وهو كله نظري يعني. والجزء الاخير برضو بيكون في سوفت ويرز برضو تبع جي ان اس اس، برضو ممكن يجي في الامتحان عادي جدا يجيب لي سوفت وير مثلا وانا اطلع منه حاجات، وبيطلب طبعا في السكشن بتاع مثلا 3 4 ريبورت مثلا، بنحمل زي ابلكيشنز وكده وبنشوف مثلا مواقع اماكن مثلا بيدوها لنا هم في الكليه، وبيقول لك مثلا طلع لي احداثيات كذا واحداثيات كذا بالنسبه لليو تي ام بالنسبه للاي تي ام، فهي برضو ماده هنشتغل فيها على الكمبيوتر شويه، فيعني برضو محتاجه ايه بنسلم الريبورتس برضو بتبقى سوفت في الكليه وكده فللمعيدين وكده، وبيكون في كويزات برضو في السكاشن، فيعني هي ماده ايه لطيفه يعني. بعد كده عندي الاستراكشرال اناليسيس برضو، دي تكمله تقريبا الاستراكشر الاولى برضو، بس المره دي بقى ايه احنا كنا بنجيب مثلا رياكشنز وكنا بنرسم بيندنج مومنت وشير ونورمال فورس دايجرام وكل الكلام ده. المره دي بقى مثلا هيكون في عندي مثلا مجهول زياده او ريدندنت زياده، فهدرسه عن طريق الفيرتشوال ورك او consistent ميثود، يعني هحاول اجيب المجهول الزياده ده بالطرق دي، هناخد طريقه الفيرتشوال ورك، ناخد طريقه الكونسيستنت ميثود، 3 مومنت ايكويشن، كل دي طرق بتجيب المجهول الزياده، وناخد حاجه اسمها انفلونس لاين موفينج لود. يعني هي ماده ظريفه برضو بس برضو محتاجه حل كتير، لان خصوصا الفيرتشوال ورك والكونسيستنت ميثود دول اكتر حاجتين يعني بياكلوا وقت شويه، فالميد تيرم هتلاقي نفسك مزنوق في الوقت شويه، فلازم تعود نفسك على السرعه وتحل كتير خصوصا في الايه في اول جزئين. 3 مومنت ايكويشن لطيف جدا وبيخلص بسرعه، والانفلونس لاين والموفينج لود كويسين برضو، بس الموفينج لود يعني برضو بيتقال في الاخر كده فلازم نركز فيه، وما جالناش في الفاينل بس ممكن يجي لكم انتوا. وطبعا دكتور منار هي اللي بتدي المنهج، فيعني برضو كويس الحمد لله. وبس ده بالنسبه للاستراكشر. برضو عندنا برضو في الـ فاينل برضه بيكون جالنا برضه امتحان لطيف برضه، فلازم تكون من المنهج كله برضه عشان ايه ما يفوتكش حاجه. ده بالنسبه للترم الاولاني. فبقى لنا ماده بس اللي هي ماده الطاقه، دي هنشوفها بعد ما نخلص كده يعني كام سلايد ليها كده، لان هي برضه ماده يعني لطيفه برضه. الترم الثاني عندنا المواد بتاعتنا هيدروليكس، برضه زي الفلويد 200 درجه، هي يعني اي ماده فيها ميه تقريبا بتكون يعني عليها درجات كبيره. كلاس ورك 80 120 فاينل. بعد كده عندنا ماده خرسانه مسلحه 150 درجه 60 كلاس ورك 90 فاينل. مانجمنت 125 درجه 30 كلاس ورك 95 فاينل. جيوماتكس 100 درجه 40 كلاس ورك و60 فاينل. ستراكشرال ميكانكس برضو تكمله للاولى مدني الترم الثاني 100 درجه 40 60 فاينل. الكتريكال اند ميكانيكال انستليشنز اللي هي تركيبات كهربيه وميكانيكيه 75 درجه 30 كلاس ورك 45 فاينل. اول ماده عندنا هي ماده الهيدروليكس، ودي ألذ بكتير من الفلويد في رايي يعني، بس ممكن حد يعكس، بس غالبا قليل قوي اللي بيعكسوا ان يشوف الهيدروليكس، يعني معظم الناس بتشوف الهيدروليكس احسن من الفلويد شويه. دكتور احمد حلمي هو اللي بيخش لنا في اول جزء بجزء الاوبن تشانل فلو. الاوبن تشانل تقريبا من ألذ الحاجات يعني، انا ببتدي اعمل ديزاين لل يعني بدرس المايه وهي في الترع ان هي تمشي بالجرافيتي مش بتمشي بالبريشر زي البايبس والكلام ده، وببتدي اشوف بقى الفلو كلاسيفيكيشن واشوف اللامينر فلو برضو والتربلنت فلو، وبشوف حاجه اسمها فراود نمبر وكريتيكال ديبس والكلام ده كله، وابتدي اشوف بقى المعدات اللي بتحكم الحاجات دي، وببتدي اعمل ديزاين للشانل سواء كانت ريكتانجولار شانل او سيركولار شانل او ترابيزويدال شانل، كل ده بيختلف طبعا، ولازم اكون طبعا حافظ المعادلات وحافظ الاشكال الهندسيه بتاعتهم. ويعني المحاضره برضو بيتقال فيها حاجات تيجي في الفاينل، حتى لو تاني محاضره او اول محاضره في السنه ممكن يجي حاجه منها في الفاينل عادي جدا يعني، ده حصل معانا في السنه بتاعتنا.
بعد كده عندنا بنعمل ديزاين للإريدبل تشانلز والنون إريدبل تشانلز عن طريق ممكن يديني مثلا فيلوسيتي بتاعت المايه مثلا بتبقى كذا عايزها كذا، فانت تعمل ديزاين للسكشن بتاعك ان انت عايز تحقق السرعه دي او عايز تحقق مثلا ان هو ما يزيدش عن السرعه دي عشان ما يحصلش زي نحر في جوانب الترعه فيحصل اي انهيارات فيحصل اي مشاكل. بيست هيدروليك سيكشن اللي هو يعني اقل سطح تلامس مثلا، فانا كل ما اقلل سطح التلامس كل ما وفرت ماده التبطين بتاعتي مثلا اللي انا هبطن بيها الترعه مثلا وهكذا. انا فاهم الكلام ده كله برضو في السنه. كالكوليتنج كريتيكال ديبس برضو ده برضو حاجه انا فاهمها جوه. الشانل ترانزيشنز بيد رايز او بيد دروب، يعني مثلا لو في الترعه مثلا طالعه نازله مره واحده ده رايز او دروب، او الويتس بتاعها بيختلف مثلا اللي هو ايه العرض بتاعها بيختلف واحنا ماشيين، فهندرس بقى التغيرات دي بتعمل ايه، الارتفاع بيزيد، العلاقات دي كلها مهمه جدا. الميد تيرم بتاعها كان اونلاين طبعا، عارفين الترم التاني كان الميد تيرم كلها اونلاين، فيعني هي كانت ماده لذيذه جدا صراحه. ويعني ايه برضو اهم حاجه نتابعها الرابيد ليفاري فلو والهيدروليك جامب والجراديوال ليفاري فلو، وان احنا نرسم الووتر بروفايلز كل ده كان مع دكتوره نهله. وبعد كده دخلنا دكتور محمد الكردي في جزء البامبس، فجزء الهيدروليك جامب ده بس هو اللي نركز فيه لان يعني اصعب شويه من الجزء اللي قبليه. وبامبس برضو يعني تقريبا بيبقى عليها نص الفاينل تقريبا 40% او 50% من الفاينل، ويعني تقريبا بيبقى لغايه جزء الشانل ترانزيشنز وجزء الرابيد ليفاري فلو ده بيكون ميد تيرم، وبعد كده ممكن يكمل بقى من بعدها الفاينل. بامبس طبعا ده جزء كبير جدا تقريبا نص المنهج، فبرضو يعني لازم ما ننساهوش ابدا يعني لانه جزء مهم، وبيكون في في محاضرات لدكتور محمد الكردي على النت يعني بنشوفها. واخر جزء زودوه طبعا اللي هو جزء الاندر جراوند ووتر ده مع دكتور هشام بخيت. الجزء ده برضو مهم جدا يعني بيدرس المايه تحت الارض وازاي يعني تصرف المايه تحت الارض بيكون عامل ازاي، وفي الحاجات اللي هي اللي عندها نفاذيه وما عندهاش نفاذيه، وهندرس اكويفايرز اللي هي خزانات مائيه تحت الارض. يعني كل الكلام ده هندرسه برضو، فهي مادة يعني أنا شايف إن هي ألذ من الفلويد ودرجاتها كتير، فيعني من حرام نفقد فيها برضو درجات. ده من تاني مادة بقى في الترم ده reinforced concrete برضو ب 150 درجة. برضو دي المادة الوحيدة اللي عندنا في الترم التاني اللي بيكون فيها رسم. أول جزء بيكون مع دكتور المهلمي load distribution and calculating dead and live loads. بنبتدي نقسم الأحمال. طبعا الترم ده كله بيكون عن الكمرات، فازاي نصمم الكمرات وازاي نحدد كميات الحديد التسليح اللي جواها، وازاي نفرد الحديد ده وارسم الحديد ده، وازاي ارسم الكمرات دي سواء كانت سيمبل بيم سواء كانت سيمبل بيم وسكانتليفر سواء كانت كونتينوس بيم. كل ده طبعا واحسب الاحمال اللي عليها وازاي الاحمال دي بتاثر عليها، ان الحديد بيزيد، ان هزود الخرسانه، طب ازود الخرسانه قد ايه وهكذا. فكل ده هنعمله ديزاين بالطرق بتاعتنا. دكتور المهم هو اللي بيدي جزء اللود ديستريبيوشن، وكل ده بيكون بيقعد تقريبا اول 10 محاضرات. بعد كده بيدينا برضو جزء ديزاين اند اناليسيس اوف سيكشنز ان بيمز، ونبتدي نحسب بقى مثلا اريا ستيل بتاعتي بكام، نبتدي نحسب مثلا المومنت اللي عندي اللي يستحمل الحديد كام وهكذا. من اول جزء السيمبل بيمز ده اللي بيخش لنا دكتور رشا سنوسي، وابتدينا جزء السيمبل بيم والسيمبل بيم كانت ليفر، وجزء الكونتينوس بيم بيكون دكتور خالد الكاشف، وجزء الشير اند تورشنال ده بيكون تقريبا ألذ جزء في المنهج كله، ده بيدولنا دكتور هاني عبد الله، والجزء ده بيجي ام سي كيو في الامتحان. وجزء السيمبل بيم والسيمبل بيم كانت ليفر والكونتينوس بيم ده بيكون في رسم طبعا في الامتحان، بيدي لك لوحه ليه. الكونتينوس بيم جالنا مثلا نرسم في نفس الورقه، شير اند تورشنال برده ده كان جالنا ام سي كيو كله، فنحفظ القوانين. وبرضه هو بيدي لنا القوانين في ماده الخرسانه وماده الهيدروليكس، بس الدكتور بينزل لكم كده زي شيت كده قبل الامتحان تبص على القوانين اللي معطاه، لان انت ممكن تكون حافظ قوانين مثلا مش في الورقه اللي هيديها لك. فيعني القوانين معظم يعني في الخرسانه تقريبا 99% منها بتكون جيفن، اما الهيدروليكس مشكلتها ان قوانينها كتير شويه، فلازم نركز ان احنا يعني نشوف ورقه القوانين اللي جايه لنا في الفاينل شكلها عامل ازاي، بتنزل قبل الفاينل بكام يوم، فعشان برضو ما نتسوحش وايه واكون مثلا معتمد ان القوانين جوه، لا مش هتلاقي كل القوانين جوه عادي جدا يعني. بس في الامتحان برضو بيكون طويل، برضو لازم نركز ان احنا نخلصه برضو، والميد تيرم برضو بيكون كويس، فيعني برضو ماده من ماده المواد اللذيذه جدا في الترم يعني. ده بالنسبه للخرسانه المسلحه. ماده المانجمنت دي من اكتر المواد المحتاجه متابعه، دكتور هشام عثمان هو اللي بيديها، ودكتوره دينا سعد، ودكتوره منى ابو حمد، هما التلاتة بيقسموا المحاضرات عليهم. فدي سلايدز من المحاضرة أنا جايبها،
بيكون في انترودكشن وبيكون في ورك بريك داون ستراكشر، اللي هو ازاي اقسم تقسيمه المشروع، ابدا بايه لغايه ما اوصل لايه، ترتيبه كده زي ستيبس ستيبس ستيبس، اسم المشروع لستيبس عشان اوصل لنهايته. وبيكون في سكيدولينج للمشروع اللي هو تقسيمه الوقت، وبقسمها مثلا مره بار تشارت مثلا، او اكتيفيتي اون نود او اكتيفيتي اون ارو، يعني كل ده كلام تفهموه. مثلا يعني اقسم مده المشروع، حاجه اللي هي علاقه بالتايم بتاع المشروع اقسمها انهي وانهي واحد احسن وهكذا، لان ده كل ده هحتاجه في الاول. فهي ممكن في محاضرات تبقى مبنيه على بعض. ريسورس مانجمنت برضو، ده ازاي اقسم الموارد بتاعتي في المشروع، وازاي اقسم كل الكلام ده بتاعي في المشروع ازاي، اللي هو عايز كام عامل، طب انا مثلا محتاج كام عامل في اليوم، وعندي مثلا هشتغل 20 يوم، طب انا ما عنديش اكتر من 6 عمال، فاقسم الايه الدنيا بتاعتي. البروجكت كوست اند كاش فلو، يعني انا بشوف تكلفه المشروع قد ايه، وبدرس تكلفه المشروع في الشهر الاول والمستخلصات، وهيجي لي كام في اخر الشهر ده، وانا كام اول هيجي لي مثلا اخر الشهر الاولاني، يعني اخر الشهر الثاني مثلا فلوس، طب انا هدفع كذا، فاشوف الاوفر درافت اللي عندي. الاوفر درافت اللي هو انا بصرف من جيبي قد ايه مثلا زياده، يعني كعبء عليا من جيبي، يعني وانا ما يعني انا لسه ما جاليش المستخلص بتاعي وهكذا، انا بصرف من جيبي، فانا عندي اوفر درافت عليا وهكذا. برضو في بروجكت كونتراكتنج، العقود، وهندرس العقود فيها برضو ماده فيها نظري محترم، يعني الماده كلها تبقى ام سي كيو كميد ترم وكفاينل. احنا ما كانش عندنا ميد ترم في الماده، فيعني خدوا الدرجات ساعتها على ال assignments، فنركز في assignments جدا برضو. بس الفاينل طبعا كان كله ام سي كيو، الميد ترم كان متوقع يكون ام سي كيو، والدكتور ساعتها كان قال ان في ماينس في الامتحان، يعني عشان الهبد والكلام ده. فبرضه في الليبر برودكتيفيتي والماتيريال مانجمنت، زي المواد اديرها وازاي ادير العماله، كل ده هناخده. وطبعا كل تقريبا معظم الحاجات ممكن تلاقيها، يعني بروجكت كونتراكتنج ده نظري، ديزاين في كونستراكشن اوبريشنز ده في مسائل، الليبر برودكتيفيتي فيها مسائل، ماتيريال مانجمنت فيها مسائل، اي حاجه فيها مسائل بيبقى معاها نظري، لازم اي يعني محاضره في دول يكون معاها نظري. الكونتراكت دوكيمنتس برضو دي نظري ومهم جدا، من اكتر الدروس المهمه في النظري. والسيفتي برضو دي اخر محاضره وبتكون مهمه جدا. الكونستراكشن اكويبمنت دي تقريبا ما خدناهاش، وده المفروض التقسيمه اللي كانت مقرره في بدايه الايه، في بدايه الترم، في اول محاضره يعني. وفي بيكون برضو ليكتشر زيرو دي انتروداكشن، برضو بيجي منها في الفاينل وبيجي منها في ميد ترم، في كل حاجه. نيجي لماده الجيوماتكس اللي هي بتاعتنا، اللي هي التصوير الجوي، مساحه التصوير الجوي دي بندرس فيها الاريا فوتوغرامتري والفيرتيكال فوتوغرافس، يعني بشوف الطياره وهي ماشيه وهي بتصور الارض بقى، زي ما خدنا مثلا جي ان اس اس في الترم الاول اللي هي والجي بي اس والكلام ده. هنا بقى بندرس الجيوماتكس بتاعتنا كفوتوغرامتري، وبشوف الطياره وهي ماشيه بتصور ايه، وبحسب برضو. بيكون في الجزء ده برضو في مسائل كتير طبعا، وبيكون برضو في نظري. دكتور وائل اللي هو اللي بيدينا اول جزء ده لغايه المفروض الميد ترم. طبعا في حاجات اتلغت طبعا علينا عشان الكورونا، فعندنا برضو الفيرتيكال فوتوجرافس بدرسها، اللي هي الصوره لو عموديه، والتلتد لو مايله، والستيريوسكوبيك زي ازاي اشوف حاجه 3 دي، لو انا عندي صوره 2 دي وعندي صوره 2 دي برضو ازاي اشوف الحاجه 3 دي في الاخر. فلايت بلاننج، لو انا عندي طياره المفروض عشان يعني اخطط ازاي ان هي تطير، وتكون المسافات قد ايه ما بين مثلا الستريبس بتاعتي، يعني كل المسار بمشي فيه ده ستريب مثلا، احدد بقى المسافه اللي بين كل ستريب قد ايه. وبيكون برضو فيها مسائل سيريور اورينتيشن، كل ده مع دكتور وائل برضو. بناخد اكستيريور اورينتيشن وانتيريور اورينتيشن، يعني اللي هو الحاجات المتعلقه بالكاميرا بتاعتي اللي بصور بيها الانتيريور والاكستيريور بتكون ايه. اريو ترانجوليشن ده ما خدناهوش، وبعد كده كان في ميد تيرم، والجي اي اس برضو ده اتلغى. الريموت سنسنج طبعا خدناه، واللي هو الاستشعار عن بعد والكلام ده، ده كله نظري. والايرورز طبعا خدناها، دي كلها مسائل بيكون مع دكتور سالم مرسي. والليست سكور ادجستمنت برضو ده مسائل، ونركز في الايرور والليست سكوير طبعا، عشان بيجي عليهم جزء محترم في الفاينل، بيبقى كله ام سي كيو، حتى الميد تيرم كله بيبقى كله ام سي كيو، فهي ماده كلها ام سي كيو زي المانجمنت بالظبط. بس ما اعرفش فيها ماينس ولا لا، ما اعتقدش يعني. ده برضه بيكون في اساينمنتس بتتسلم للمعيدين، بس كانت السكاشن الحضور اختياري. والمانجمنت برضه كان اول سيكشن بس هو اللي كان حضرناه، والباقي كان ايه اونلاين عشان الكورونا. المادة اللي بعد كده كانت عندنا مادة الاستراكشر ميكانيكس، دي تكملة الأولى مدني الترم الثاني. برضو هنلاقي نفس تقريبا نفس الدروس، هي النورمال ستريسز، الشير ستريسز، التورشنال ستريسز ديو تو شير، الكومبايند ستريسز، وآخر حاجة جديدة علينا شوية اللي هي الباكلينج اوف كولمز. كل ده خدناه في أولى مدني، النورمال ستريسز خدناها، وزي نحسبها نفس الكلام بالظبط، بس انا هيزود عليك شويه ان انت تاخد حاجه اسمها الانسيمتريكال سيكشنز. فالانسيمتريكال سيكشنز دي انت هتاخد لها الحاجات اللي هي ايه، لو انا مثلا ما عنديش محور متماثل حوالين اكس وواي، هعمل ايه ساعتها؟ هستخدم مثلا نفس معادله النورمال ستريس اللي كنت بستخدمها،
اللي هي ال n مثلا، ال n على a بلس m x على i x في y بلس ال m y على i y في ايه في x. كل ده بقى هدرسه، بس ايه هاخد معادله تانية بتحل الحاجات الانسيمتريكال، تكون معادله كبيره شويه بحط فيها الحاجه اللي انا ايه عايزها عشان اشوف بقى ادرس برضو طبعا كل ده، او بيبقى اوله بروبرتيز اوف اريا اللي هو الاي اكس والاي واي، اي اكس واي كل ده لازم احسبه في الاول برضو. بعد كده اخش على الشير ستريسز، النورمال ستريسز والباكلينج اوف كولومز اللي اداها لنا كان دكتور احمد حسن عامر رئيس الماده، وكان معاه دكتور مجدي الشيخ برضو. شير ستريسز وتورشنال ستريسز وكومباين ستريسز هو اللي اداها لنا. فالشير ستريسز برضو زي بالظبط الثانيه بس زي سنه اولى يعني، بس برضو خدنا فيها الانسيمتريكال سيكشنز. التورشنال ستريسز اعتقد ده جديد برضو من الطف الشباتر يعني، واسهلهم بيخلص على طول يعني. الكومبايند بيكون مجمع كل اللي فوق دول، فتقريبا بتبقى مساله مجمعه على التلات شباتر اللي فوق، واول تلات شباتر هم اللي بيخشوا في الميد تيرم ده غالبا برضو على حسب توزيع الدكتور في الايه معانا يعني. والباكلينج اوف كولومز ده برضو لازم نركز فيه جدا ونحضر المحاضره بتاعته، لانها برضو بتيجي في الفاينل برضو، ولازم نركز في الفاينل برضو على يعني نكون لامين كل حاجة، حاضرين كل المحاضرات برضو عشان بتيجي حاجات من المحاضرات بالنص يعني من المحاضرة حتى في الفاينل يعني. وبيجي برضو انسيمتريكال عشان هو لازم يجيب لك انسيمتريكال عشان انت كده كده واخد الكلام ده في اوضه، فهو يمتحنك لو يمتحنك في سيمتريكال فهو يمتحنك في اولى مدني تاني، فهو لازم يجيب لك في الفاينل او في الميد ترم حاجات انسيمتريكال، حتى لو هي بتاخد وقت حاول تمرن على نفسك عليها عشان ما تاخدش وقت معاك. بس ده كده كان بالنسبة للخمس مواد دول. الخمس مواد دول في مادتين معانا بس هما الباقيين هنشوفهم دلوقتي. دي مادة التركيبات، نشوف مادة اللي هي الطاقة الأول والمشاكل الطاقة. فدي مثلا ايه طبعا أهم حاجة السلايدز بتاعتها، لأن هي بتيجي يعني من السلايدز بالظبط، وطبعا نركز على كذا حاجه اقول لكم كده فيها. نركز على الـ النسب اللي بتبقى في المحاضره اللي بيديها دكتور احمد وجدي، وبرضه بيدي اخر جزء معاه دكتور عمرو رفاعي، وفي كذا دكتور برضه يعني بيخشوا تبع قسم كيمياء وكده. برضه نركز على كذا حاجه فيها. نركز مثلا على النسب، بيكون المفروض فيه زي ميد ترم او في كويز تقريبا، ميد ترمين ممكن، وبنسلم ريبورت او اتنين برضو في المحاضره على حسب ما الدكتور يقول لكم. بيكون على في زي كذا جول كده بيحاولوا يحققوهم في منظمات يعني، فبيقول لك مثلا كل واحد ياخد جول مثلا، او كل مجموعه تاخد جول وايه وتعمل ريبورت عليه وهكذا. وبرضو الميد ترم بيكون ام سي كيو ب 10 درجات تقريبا، وفي 10 درجات تانيه على الريبورت، و30 درجة فاينل. فاحنا بنركز على كذا حاجة مثلا زي التواريخ، الأرقام بيجي تواريخ عادي جدا فيها، بيجي أرقام نسب، ممكن اسم الدكتور أعرف هو في قسم إيه لو هو اتكلم في المحاضرة، فلازم يعني أشوف كل محاضراتها حتى لو أونلاين أشوف كل حاجة، لأن هما بيسألوا في كذا حاجة في المحاضرة يعني. فيعني المحاضرة بيكون يعني بيتكلم عن النظام البيئي وعن ال ومثلا كل ده بتبقى طبعا مادة اوبن بوك، طبعا ما فيش مادة يعني مش حفظ ولا أي حاجة، فلازم اكون عارف مكان الحاجه وكل حاجه، وما احفظش طبعا كل حاجه، اكون فاهم وادرس كل حاجه فيها بحيث ان انا اكون عارف السؤال لما يجي لي اعرف انا هدور فين، لان انا قعدت ادور وقعدت ابص على الكلام ده في اول مره في الامتحان مش هلحق اخلص ولا انجز اي حاجه، وماده حرام مضمونه ب 50 درجه ما تضيعش يعني. كل ده برده في المحاضره يعني بتتقسم لكذا جزء. وبرده اهو مثلا لو انا مثلا خدت مثلا محاضره تانية مثلا كربون فوت برنت ده اللي بيديها دكتور عمرو رفاعي، يديني كلايمت تشينج، فهي ماده لذيذه جدا وبتعرفك معلومات جديده، وفي يعني فيها معلومات عامه كتير جدا. ممكن مثلا يعني مش لازم الحاجه تيجي زي المحاضره بالظبط، انت ممكن معاك الاوبن بوك مثلا يقول لك مثلا انا انت المفروض بتكون طابع الورقه وداخل بيه مثلا، فيقول لك مثلا الشمس مثلا في صيف مثلا في المنطقه دي مثلا في شهر كذا، طب لو بقى شهر كذا هيكون شتاء صيف، فانت بيكون عندك زي جزء سلايدز كده برضو بتكون شايف كل حاجه فيه، فانت برضو زي بتحسبها كده برضو مع نفسك برضو، وبيكون فيها جزء لايتنج برضو وهكذا، وازاي نحسب الباور والانرجي، ففيها برضو جزء مسائل برضو ايه، بس هي ماده لطيفه يعني. وبرضو بيكون في زي ريبورت اتفقنا عليه، وبرضو هوريكم جزء الكربون فوت برينت برضو اللي بيكون مع دكتور عمرو رفاعي. برضو هو يعني الرسومات دي مهمه طبعا، كل الكلام ده مهم.
و يعني المادة فيها معلومات عامة كتير جدا، ويعني برضو كل يعني ما تقولش الحاجة دي مش هتيجي، لا عشان بيجي أي حاجة، بيجي سنين، بيجي يعني الدكتور ده مثلا في قسم ايه مكتوب على السلايد بره، بس يعني انت لازم تكون طبع على السلايد اللي داخل بيها، سواء ميد تيرم او سواء كويز او سواء فاينل. ده بالنسبة لمادة الطاقة. اما مادة التركيبات فبتتقسم في الجزء الاولاني بيكون كهرباء، طبعا بيكون الجزء الاولاني بتاع الكهرباء بيكون قريب جدا اللي خدناه في ثانوية عامة، او احنا لو احنا مش ثانوية عامة مثلا، فبرضه بيكون حاجات سهلة، فهو كوندكتورز، مواصلات، انسيليتورز، سيمي كوندكتورز، سوبر كوندكتورز، وابتدي شوية نظري كده، وبوتنشال ديفرنس اللي هو فرق الجهد، والالكتريك كارنت، التيار الكهربائي، والدايركشن بتاعه واتجاهه، والتايبس بتاعته وهكذا، والدي سي كارنت والاي سي كارنت اللي هو الايه التيار المتردد والكلام ده، وهكذا بقى اللي هو الريزيستنس يعني ابتدي ادرس المعادلات خدتها قبل كده في ثانوية عامة، والكاباستور اللي هو المكثف وهكذا، والاندكتور، وكل الكلام ده يعني حاجات خدناها قبل كده كلها، بس يعني زي ما تكون ايه برضو ببتدي اخش في جزء السيركتس يعني بسيط طبعا، واعرف الشورت سيركت والاوبن سيركت، وشويه بقى ببتدي اخش على قوانين، طبعا الماده فيها مسائل اساس يعني اي ماده بيبقى فيها مسائل ايه يعني كلها، وبناخد حاجه اسمها دلتا وستار مهمه جدا، ازاي احول يعني الدايره بتاعتي لدلتا، شكل دلتا او شكل ستار كونكشن يعني، وبرده اللي هو الحاجات كلها خدناها ثانويه عامه برده كايكوفالنت اندكتنس او كايكوفالنت كاباستنس، وكل الكلام ده برده اهو، وابتدي ناخد حاجه اسمها السوبر بوزيشن، زي يعني احل السيركت بتاعتي بطريقه تانية، يعني ان انا اشيل مثلا الباتري مره، واشيل مثلا الكرنت سورس مره اللي هو مصدر التيار بتاعي، وهكذا. دي مثلا اول محاضره، هي 3 محاضرات كهربيه بس. وتاني محاضرة بخش بقى في جزء الاي سي شوية، ويكون في نظري كتير طبعا، هو ايه وقوانين كتير برضو، فهو جزء سهل برضو، والسكاشن بتاعتها بتكون مهمة جدا، بتفهمك المسائل. الميد تيرم برضو بيكون كله ام سي كيو، والفاينل كله ام سي كيو، وده جزء لايتنج زي ايه الاضاءة، بحتاج قد ايه، كام كانديلا، كام لامن، كل فلاكس، وكل الكلام ده مهم جدا، وبيجي كتير جدا منها في الفاينل المحاضرة دي طبعا، لان ساعات ما بتخشش في الميد تيرم، وبيكون ليها شيتات برضو. برضو يعني اهي زي ما انتم شايفين كلها سيركتس مثلا بنحلها، بنجيب ريزيستنس، بنجيب كارنت، فهي شبيهه جدا لفيزياء ثانويه عامه. وايضا اهو شيت 2 برضو موجود فيه كذا حاجه، يعني بيكون برضو فيه معادلات شويه وكده، وطبعا بيكون محاضره تانية فيها نظري كتير برضو لازم نركز عليه. المحاضرة الثالثة يعني برضو في أثياء بيجي فيها فاينل شوية نظري. بعد كده بنخش على جزء الميكانيكية، كونستراكشن ماشينز، دكتور شريف هو اللي بيديها، برضو بنركز معاه في البوليز والباور سكرو، كل ده بناخده، الجير ترينز والهوستنج ماشينز، وكم اللي هي بقى التروس بتاعتي، السيمبل جير بقى بتاعتي والكلام ده، وكم تيس، وبتبقى شوية معادلات بنحفظها برضو، وإيه وبنفهم طبعا إن يعني برضو بيجي كذا حاجة يعني على الايفورت واللود والكلام ده كله بندرسه. هي مادة برضو لطيفة جدا، فحرام برضو نضيع درجاتها، ومادة صغيرة، فيعني لو اتلمت اول بأول خلاص انت خلصت منها وركنتها على جنب كده. كل ده جزء برضو الميكانيكية وأوريكوا كده برضو، فيعني برضو ايه بيجي بالمحاضرة زي ما هي، ممكن تيجي المسألة بأرقام عالية جدا من المحاضرة، وبناخد حاجة اسمها باور سكرو برضو، زي كذا حاجة ابليكيشنز يعني على الحاجات اللي احنا شفناها دي. وبس كده، ده يعني ملخص للترم، ويعني سنة برضو مش يعني صعبة شوية، فلازم برضو نشد فيها من أولها، ما نقولش مثلا خارج من أولى فعايز أريح شوية وكده، فإن شاء الله يكون يعني ترم أول سعيد، ترم تاني سعيد، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه إن شاء الله. السلام عليكم. النهاردة هنتعرف على قسم مدني من خلال المواد بتاعة الكلية، وهنركز على سنة تالتة لأن سنة تالتة هي اللي فيها معظم المواد بتاعة قسم مدني. معاكم عمرو ياسر، أنا دلوقتي طالع سنة رابعة مدني هندسة القاهرة، واللي منكم هيكمل مدني إن شاء الله هيلاقيني منزل لكم ملخصات في معظم المواد من أول سنة تانية لحد ما تتخرجوا إن شاء الله. الملخصات دي كلها عموما أنا حاططها على الدرايف، وأنا هبقى أسيب لكم اللينك بتاعه. هنبدأ مدني من سنة أولى. سنة أولى هتبدأ تخش هتلاقي نفسك بتاخد حاجات ملهاش علاقة بمدني شوية، بتاخد فيزياء، بتاخد رياضة، وهتاخد بقى بيزكس في الاستراكشر. الاستراكشر دي مكملة معاك شوية. الاستراكشر دي عبارة عن إيه؟ حاجة كده شبه الاستاتيك، تفضل تحسب مومنت رياكشنات وهكذا، ترسم رسومات كده بتعرفك الإيه الأناليسيس بتاعت الاستراكشر بتاعك.
ماتيريال، هتبدأ تاخد حاجات شوية حاجات نظري عن أنواع الأسمنت والطوب وهكذا. يعني بعد كده الرسم هتاخد رسم بقى أبسط من إعدادي بكتير، هتاخد رسم بتاع الترع، هي خطوط حاجات بسيطة جدا، وهتاخد شوية رسم ستيل. بعد كده المساحة، المساحة دي برضو حاجة بسيطة كده، بس هي مش أساس مش أساس القسم. المهم هتخش على سنة تانية، احنا مش هنتكلم في المواد دي بالتفصيل، يعني احنا هناخد عندهم فكرة كده، وفي مواد سنة تالتة هي هنتكلم عنها بالتفصيل، هي الكور بتاع مدني. سنة تانية هتبدأ المواد تزيد شوية بتاعت مدني، تبدأ تاخد structure، هتكمل structure تاني كده كده، structure مكملة شوية، بعد كده material، بعد كده building. building دي بقى تبقى حاجة ايه، الرصة بتاعت الطوب وشوية تقسيمات البيت، مش عارف ايه، حاجات كده زي الرسم، شبه الرسم المعماري اللي انت خدته في إعدادي. هتكمل شوية مساحة تاني، بعد كده الإدارة، ونبدأ بقى الخرسانة. الخرسانة تبدأ تصمم بقى حاجات بسيطة كده، هنتكلم عنها دلوقتي. بعد كده سنة تالتة ده الموضوع بقى بتاعنا، ده اللي احنا هنتكلم فيه بالتفصيل. سنة رابعة هتبقى مواد مكملة لسنة تالتة، هبقى أجيب سيرتها كده، احنا هنتكلم عن مواد سنة تالتة. بعد كده بقى إيه، مشروع التخرج. نبدأ في سنة تالتة والمواد بتاعتها، مواد الترم الأول ومواد الترم التاني. في مواد موجودة في الترم الأول ومكملة للترم التاني، زي الخرسانة والاستراكشر والستيل، وفي مواد مش مكملة لكن بيعتمدوا على بعض، زي الهيدروليكس والري. انت بتدرس هيدروليكس علشان تاخد الحاجات اللي اتعلمتها وتكمل بيها في الري، تمام. بعد كده في مواد ملهاش علاقة ببعض، النقل والمرور دي مادة، السويل دي مادة، السلوكيات دي مادة، وبعد كده مقرر اختياري ده هنتكلم عليه في الآخر خالص، ده مادة انت بتختار. والسلوكيات دي حاجة زي التربية الوطنية، حاجة برضو ايه، مادة وبتعدي، يعني يعتبر ملهاش علاقة بالقسم. جميل. تخيل بقى انت عندك حتة ارض كبيرة وعايز تعمرها، تمام، احنا عايزين نعمرها سوا. هتعمرها ازاي؟ ما انت هتحط عليها مباني. المبنى ده بقى بيتكون من ايه؟ بيتكون من السقف، دي ابسط حاجات، ابسط مكونات المبنى، يعني السقف والكاميرا، بعد كده العمود والقواعد. ايه هي الكاميرا دي علشان لو في حد مش عارفها؟ الكاميرا دي وانت ماشي في الشقة كده هتلاقي حاجة نازلة من السقف، وده الكروس سيكشن بتاعها. دي بتعمل ايه الكاميرا دي؟ دي بتاخد الأحمال، مثلا أنت واقف والعفش على السقف، وأنت واقف على السقف، السقف ده بيجي إيه؟ ياخد، بيبقى عليه أحمال. الكاميرا دي بتاخد منه الأحمال وتديها للعمود، والعمود بيديها للقاعدة، والقاعدة دي بتنقلها لإيه؟ للأرض اللي مبني عليها المبنى. أنت هتدرس في الخرسانة إيه بقى؟ إن أنت هتصمم كل مكون من مكونات المبنى. هتصمم الكاميرات، ودي بتاخدها في سنة تانية الترم التاني. بعد كده البلاطات أو اللي هي الأسقف بتاخدها في سنة تالتة الترم الأول. بعد كده الأعمدة في سنة تالتة الترم التاني. وفي سنة رابعة بقى الترم الأول هتاخد بقى تصميم الأواعد، تمام كده؟ تمام، عرفنا الخرسانة وإن هي تصميم مكونات المبنى وكل الكلام الجميل ده. طيب هو بيصمم إزاي أو بناء على إيه؟ بيصمم بناء على الأناليسز اللي إحنا عملناها في الاستراكشر. طب الاستراكشر بتعمل إيه بقى؟ هي الاستراكشر دي بتفضل تحسب مومنت زي ما انا قلت لك، رياكشنات، وتطلع رسومات زي الرسمه دي كده، دي رسمه المومنت. منها بنستنتج هيحصل بقى شروخ فين، او الحته او الاليمنت ده اللي انت بتصممه هينهار فين بالظبط، فبنحتاج نعمل له تدعيم. بندعمه بايه؟ بحديد التسليح. فاحنا من خلال الرسمه دي عرفنا ان احنا نحط حديد التسليح الرئيسي هنا. التفاصيل بتاعه حديد التسليح بيتحط ازاي، يعني ده الكروس سيكشن بتاع الكاميرا محطوط فيها حديد التسليح اللي احنا المفروض بنحسبه واحنا بنصمم في الخرسانة، تمام كده؟ احنا ربطنا بين الستراكشر والخرسانة. تعالى بقى انت دلوقتي ايه، عملت ستراكشر اناليسيز وصممت مكونات المبنى وخلاص، المبنى جاهز معاك، السقف والقواعد والكمرات والعمدان والدنيا جميلة. دخلت قمت باني المبنى، مرة واحدة لقيت المبنى بيميل منك. طب ايه؟ طب ده سببه ايه؟ ده سببه الأرض، أنت ما درستش السويل اللي أنت بتبني عليها أو التربة. فأنت بتاخد مادة اسمها السويل عشان تعرف الإجهادات اللي تقدر تستحملها الأرض دي، أو الأحمال اللي التربة دي هتقدر تشيلها، عشان قبل ما تبني تبقى عارف أنت هتبني إيه والأرض دي هتستحمل إيه، عشان ما يحصلش اللي أنت شايفه ده. بس فأنت في السويل بتبدأ تاخد بقى خصائص التربة، وتقدر تشيل أحمال قد إيه، ولو في مياه جوفية، ونوع التربة وأنواع التربة، ودي بتشيل قد إيه ودي بتشيل قد إيه، وهكذا، علشان ما يحصلش المصيبة اللي قدام عينيك دي. عملنا مبنى بقى كله تمام، طب عايزين نعمل مصنع، بس بقى مش من خرسانة، من الستيل. ده مصنع في سنة
تالتة الترم الأول والترم التاني كله بيتكلم، الستيل كله بيتكلم عن المصنع ده. بس أنا في الترم الأول هتعمل إيه؟ هيخليك تصمم الكاميرات دي والعمود ده والحاجات الرئيسية والسايد جيرتس اللي هي الحاجات دي والبيرلينز اللي هي الحاجات دي وهكذا، تمام؟ طب في الترم التاني هيبدأ بقى يديك الكونكشنز، انت صممت ده لوحده وده لوحده وده لوحده وكل حاجة والكلام ده جميل. طب انت عايز تجمعهم، هتجمعهم بقى ازاي؟ هيكون في كونكشن ما بينهم هنا، او البيز ان انت تعمل كونكشن ما بين الالمنت اللي انت صممته ده والارض. الكلام ده كله هتاخد الديزاين بتاعه في سنة تالتة الترم التاني. هو ده الستيل يعتبر بالظبط، انت بتبدأ تصمم اللي انت كنت بترسمه في سنة اولى وفي اعدادي، رسم الستيل اللي انت متعود عليه اللي انت شفته قبل كده. عملنا بقى احنا مصنع وعملنا مباني وعملنا كل حاجة، محتاجين نوصل لهم مية. لو انت عندك أرض زراعية أو عندك مباني، هتاخد بقى هيدروليكس في الترم الأول. الهيدروليكس دي هتديك ايه؟ هتتعلم ازاي تصمم الترعة دي. دي ما بتحفرش كده خلاص، دي بيكون ليها تصميم على حسب المية اللي انت عايز. انت بتحسب انت عايز مية تدخل لك قد ايه في المنطقة دي، وبناء عليه بتصمم الكروس سكشن بتاع الترع ده اللي هو ده كده بيكون ليه ابعاد انت اللي بتصممه. وهتاخد البايب لاينز والبمب، انت عشان دلوقتي ده هتوصل لاراضي زراعيه. طب انت وصلت الحته بقى انت عايز ترفع الميه لبيت عشان الناس تشرب، هتاخد بقى البمب اللي هي الموتور بتاع رفع الميه. بيرفع الميه بيرفعه في ايه؟ في مواسير. تاخد البايب لاينز، انت هتصمم المواسير قطرها هيكون قد ايه وهكذا. والري ده طبعا علشان بقى الري، في ري هتاخده سنة تانية، ده بيكلمك عن المحاصيل بتعوز مية قد ايه وشوية حاجات زي كده، والمية بتروح فين وبتيجي منين. بعد كده الري في سنة تانية، الري في سنة تالتة اقصد، ده هيخليك تصمم بقى الحاجات زي دي، الاريجيشن ستراكشرز زي الكوبري الصغير، فتحة هتعدي منها المية من تحت الكوبري وهكذا. مثلا القناطر، عايز تصمم كل الكلام ده بيكون في الاريجيشن ستراكشر، تدرس الاحمال اللي جايه من عليها والميه اللي محتاج تعديها من تحتها قد ايه، وبناء عليه بتبدا تصمم الاستراكشر ده. بس الاريجيشن ستراكشر دي بقى ما منشات بس على الميه. بعد ما انت صممت كل ده هتيجي تحتاج، هتلاقي في نفسك في الطريق محتاج تعدي طريق ومحتاج تعدي ميه. طب انت هتعمل ايه؟ هتعمل منشا زي ده كده يعدي العربيه من فوق والميه من تحت. ده اللي هتدرسه في الايه؟ في الراي اللي هتاخده في سنه ثالثه. بس كده، ده بالنسبة للري والهيدروليكس والكلام ده. يلا نكمل. الأرض بتاعتنا الكبيرة اتعمرت وبقى فيها مصانع ومباني وأراضي زراعية ووصلنا مية والدنيا بقت جميلة. ناقص إيه بقى كده؟ ناقص إن إحنا نحط طرق عشان نقدر ندخل للأرض دي، ندخل للمباني دي، نوصل لها، نخرج منها، نروح على أماكن تانية وهكذا. ده كله بيتم من خلال إيه؟ خلال مادة درسناها اسمها، او يعني انتوا هتدرسوها ان شاء الله، اسمها النقل ومرور. النقل ومرور دي بتدرس ايه؟ بتدرس ازاي نحط الطرق فين، هنوزع الحركه المروريه ازاي وكل الكلام ده. تعالوا نتعرف على النقل والمرور واحده واحده. بنينا احنا بقى المباني بتاعتنا اهي وكل حاجه جميله، بس ما فيش طرق في النص، احنا محتاجين ندخل هنا ونخرج ونتحرك. النقل بقى بيعمل ايه؟ بيشوف بقى اللي احنا بنيناه ده، ناس قد ايه هتتحرك، عربيات قد إيه؟ الطريق ده هيكون بيتحرك عليه أعداد قد إيه من العربيات؟ ونبدأ نوزع الطرق بتاعتنا، طرق صغيرة تفريعات، بعد كده الطرق الرئيسية، بعد كده الطريق السريع وهكذا، تمام؟ ده كده بالنسبة للنقل. هيسلم بقى للمرور. عرفنا من النقل إحنا هنحط الطرق فين، وإن الأرض بتاعتنا أو المباني بتاعتنا دي محتاجة كام طريق، وهنوزعهم إزاي. هنيجي بقى على المرور. المرور دي بتبدأ تعمل ديزاين للنتورك بقى، من ناحية السرعات، عدد الحارات، الكباستي بتاعت كل طريق، الانترسيكشنز اللي هي التقاطعات، إشارات المرور. هتبقى إشارة المرور دي بيبقى عليها ديزاين، مش بتفتح دقيقتين أو ثلاثة بمزاجها أو بتتحط كده خلاص، لا، اللي هي بيكون ليها ديزاين بحيث ما يحصلش تكدس في الطريق. مثلا هنا الطرق الداخلية بيبقى سرعتها أقل، نخرج بره شويه السرعه تزيد، نخرج بره خالص السرعه تزيد خالص. وطبعا عدد الحارات بتاعت كل طريق بتزيد كل ما بنخرج بره كده. الطريق بتاعنا بقى تمام وعندنا ميه وعندنا كل حاجه، كله 100 100.
طبعا بقى انت اللي بتعمل كل الكلام ده، وانت اللي بتصمم، وانت اللي بتشتغل. فحطولنا ايه مادة كده عشان الاخلاق بتاعت المهنة، هي حاجة كده زي التربية الوطنية، بس اللي هي ايه، احنا ابننا متربي احسن تربية. هي مادة نظري بتذاكرها قبل الفاينل وبتعدي، يعني حاجة ملهاش دعوة بالقسم يعتبر. نيجي للمقرر الاختياري. المقرر الاختياري ده مادة اختيارية، مش اختيار ان انت تاخدها او ما تاخدهاش، لا انت بتختار مادة من ال6 مواد دول. ال6 مواد دول متقسمين لثلاثة تبع المية، للناس اللي عايزين يكملوا مشروع مية، بيختاروا مادة من الثلاثة دول، وال3 مواد التانيين ملهمش علاقة ببعض. المساحة المادة سهلة ومعظم كان بيختارها لو مش عايزين يخشوا مشروع إدارة، والماتيريال مفيش حد بيختارها خالص، لأن هي مادة حفظ وخدناها مرة في أولى ومرة في تانية وخلاص كده، لما صدقنا خلصنا منها عشان مليانة حفظ وكده. وإدارة مشروعات دي اللي بيختارها اللي بيكون عايز يكمل مشروع إدارة. تمام كده؟ تمام. بس بالنسبة لكم هتكونوا لائحة جديدة، غالبا مش هيكون عندكم المواد الاختيارية دي في سنة تالتة، غالبا هتكون في رابعة الترم الأول. تمام. فأنا مختار مادة إدارة، فهنتكلم عن مادة الإدارة دلوقتي. مادة إدارة المشروعات دي أنت بتاخدها مرة في سنة تانية الترم التاني، بتبقى مقدمة كده ليها، شوية حاجات نظري، وبتبدأ تتعرف على التكنيكس بتاعتها. الإدارة دي أصلا عموما عبارة عن إيه؟ البلاننج، وإن أنت تهتم بالوقت بتاع المشروع، كل أكتيفيتي هتحصل مثلا زي هنا الديزاين والدرو هيبدأ من الأسبوع الثالث وهيخلص في الأسبوع السادس، كل اكتيفيتي منهم مكتوب الوقت بتاعها. دي ابسط تكنيك للتكنيكس بتاعت الاداره، بتاعت البلاننج، بتاعت التايم بتاع كل اكتيفيتي. مثلا هنا هنعرف وقت المشروع من اخر اكتيفيتي هتخلص في الاسبوع ال15، يعني احنا اللي احنا عمالين نعمله كل ده من شويه، عمالين نبني مباني ونعمر وطرق وميه ومصانع، كل ده لازم يكون فيه اداره، ما ينفعش كده كل واحد يشتغل لوحده. كل اكتيفيتي منهم لازم نبقى عارفين هنبدأ امتى وهنخلص امتى، الكوست كل حاجة منهم هتكلفنا قد ايه، عشان لو في بادجت معينة للمشروع. تمام. فده اسمه اللي قدامكم ده اسمه بار تشارت، ابسط تكنيك من التكنيكس اللي انت هتتعلمها في الإدارة ان شاء الله. بس كده، هي دي إدارة المشروعات كده. احنا يعتبر خلصنا المواد اللي عندنا حد كده. جميل قوي، احنا اتكلمنا عن المواد بتاع السنة الثالثة واللي هي يعتبر المواد الأساسية في مدني بشكل عام، وجبنا سيرة المواد المكملة ليها في سنة رابعة الترم الأول. بعد كده ده إيه؟ مشروع التخرج. أنت لازم تبقى بادئ لو كملت مدني إن شاء الله وعينك على النهاية. فأنا حطيت لك أسامي مشاريع التخرج بحيث تبقى أنت عارف إيه اللي هيكون مستنيك في آخر مرحلة ليك، زائد أنت تستشف منهم مجالات شغلك بره هتكون عاملة إزاي من أسامي المشاريع. فأنت اقراها كده مع نفسك، هتستنتج يعني بعد ما تتخرج ممكن تشتغل في أنهي مجالات. بس وربنا يوفقكم إن شاء الله للطريق اللي فيه خير ليكم. لو أي حد منكم عنده أسئلة في اللي إحنا اتكلمنا فيه أو أسئلة بشكل عام، يقدر يكلمني على الفيسبوك أو على الواتساب، هيلاقي رقمي أنا سايبه في أول سلايدز. وربنا معاكم إن شاء الله. شكرا.